هو دي الكوس ولا على سيدي ميديا فضلا هدي انا وصلت على سبسكرايب ساركم بالك فرو او دا هو وركي وقدم بي هو سبح حساب دي اسلام مركز على سيدي ميديا خد بر هو وين وحكمي ده شبنيه الدوله دي فلك صوماليا كقيب قال الشركه جروي او كان هون يجي من خد بر كمي ده هو المرتيل في كصوب بحي شركه سي بودلا اسلام مركز وزير دي كقيب قال اي او دري ريزر وزاره خير ايا ام كصو هرجستي مدحوين الداني اسلام مركز الشركه خد بر هلكاس لا سو ساري اني سن كويشينين وفدي دولة فدرالك الصومالية أي دوان كقيب قال شروينه ولا تشج بودلان أيام عيال السوق قبل قبي أما شلي شلي أما حلي حل جدا بق ورمرتيات كذا صهر جيستي قار كم إذا خضب بدي كجرة ورمرتيات كلا جسوا صار شركة سي سلام كاسين وزير كارمه هدي بدأ يا أخي وزير كارمه هدي بدأ الصومالية أحمد عيسى عود دور باهين تقول حضلي مجال الجرو ويا شجع إن وهو رينتي صد وين يكو أنكي ومدحوين سعيد دني كوف أخبلي تجد مجال ده مخدش سلام كاسين أي تهيم تقول وزير عود وزير كارمه هدي بدأ يا حسي إن سفر كاسي وحوين تري دون ما دام أودني كلامه لقادم دون ما لحد ذلك أوس رئيس ذلك فرماجو إيه رئيس الوزراء حسن علي خير سيدو كلا وحاء وبجاري قبل شد شروينها ودت شجع بدلان أو سعودي مدة مدة كسي من إلا سدح عش إسلام مركزين هل كاش خسوق بقولي وزير كارمه هدي بدأ مستر عودة يا سوين وجهر يمد خضبة كجرة ورمرتيات كشر كاسي لقى صوصاري قارهان قيبتا سيدا قار كاها فرطة اوغو فيخنات اما اوغو دنات دولة فدراك صوماليا وزير كارمه هدي بدأ مستر عودة يا وحا كلا او شاقي ان اي كرحنيهين وحا اوغو ييري اريو حانب له او ورمرتيات كاسي كلك اين ورمرتيات كاسي كبر تلمامي سنة يي مامول قبلادير دالك قاركوت ايو يري وزير كور وزير كارمه هدي بدأ يا وزير كله أور بدلنا كسو جيدا أيا قربه سفر ليه إسلام مركزين شجعي إن قدر بدك جرى هالكاسي أن هالكاسي كوده هشين تاسين أي تهي من أن لبهنين وحى وحير وحى دي دنا هاي قا مدر لقو شجعي ورمرتية كشركة كسو بحي خيب تقص أبسن دولة فدرال كسو مالي أو أن مر نمك ترجمين أو يري حضر سو جيدا تي يدوده هي شركة هالكاسي كويلني أيو يري وزير عود وحنا إن تاسيسي راعي وحى كحنا هاي أو أن ربنا إن هالكان كعدينو إريادي حنفت لها اي ورمرتيات كي كسوبة كسوبة حي اي وليبا لوغ جيستي مامور كمامور وحير مامور دا قليا تالك كجرة تاس وقيب كأهد أجنده تاس وقيب كأهين أيوري أجنده شركة كنا جرين حضر سوجيدين تي وفدقي إسلام مركاني كو جرين نوري دوده شركة إسلام مركاسي هالكاسيني لغو صوبة بيغن أيوري إريادي حنفت لها اي ورمرتيات كي كسوبة حي اي لوغ جيستي دولة غوبالادية داكالي تاسو انقيب كأهين أجنده شركة ورمتيات كدوان لغا سو ساري شروينها ودا تشيغي بدلانا يا قيب كميدها لغو شيغي ان دولة فدرالك سوماليا اي كووهي عانتها النظام كي فدرالينتا دالك ايادونا لغو شيغي ان اي حبنها حبنها شروينه اي كموجيان والوال فرقلينتا قاوان اي دولة فدرالك سوماليا كوهي سمامو الغوبالادة دالك قاركوت اسلام الكاسين اي سن اخبالي لونين سيكا صباحة ورمرتيات كي كصوب حيشر ويناهاسي ايا انت بلن مامور قبل ايدا دقار لغو قرباشي دولة فدرالك صوماليا مستر عودي وزير دقيرة ايا امنكا اسكبر يالي سلمركاسين الشيغي وحاماشاسي ورمرتيات كقاركوت ايسان كسو هشينين اما اي كود الدونين انت او شركة او سعودي سيكا صباحة اهاتي هالكاسين قاشانك او ضروري وزير عود ايا وحا جيسه سفدية وزير عانا اسلام مركاسين رئيس الوزارة قير صاحب دولة اي هالكاسين قدري سيه هالكاس او خيب قلان شركي ولا تشيغا اي ريبودلان دينا عاكالي كدب مركي دولة فدرال كسوما عالية اي كينيا قاضي ان اي كينيا سارت عنا قابتين اما مال والبا اي سارت دل كدب الديسا ايا كسماي اميكو حاكو صوبادان اي قاتي اولا كينا يو كدب مركي دولة فدرال كسوما عالية اي كوم ممنوع دي دولمات يدي دل كدولة كينيا ايا اديك ستي حبكالي او اي خاتكو جيس مغارد كسما ما يصير أي شيء تي أما شيء عن حلبانو مقارنة كوسوناي كينيا أيال الله شيء جاي إنه شلي ديجانة جبلان أي كوسو دابو شيء دنيا صير خات كواسي أو كوسو حرت دكتة مقارنة كسمايو إمامو الكجبلان أرنتان أولو قتل ما ما يمد حد جدوب كوا أحمد مدح بنانة الصومالية وركاسي أيان شلا خروسي جدنا لكن إمنك أيا ورباه هنا دقاركود سف عن وهذا الحياة إسلام ركاسنا لسه الأحمرية حلبان سعيد كيا شلا خرا أو شيء عن حلبان سعيد أو كوسونا مقارنة كسمايو أيا إذا عدا مقارنة المقدسة كمدة مقارنة مقدشة او شيغي ان شلي سوقي ده كسماي لو ايبي ده يي قاد كا او دولته سوماليا اي جوجس دياراده دلك كاين جري سبب الحريره عبسي حوغن او لغا قبو عذر كاني عابق اه اي دلك هليغان اي ددوينها امده Soomaaliyeed iminka markii ugu horeysay laga helay xilibaanka ayaa sheegay in dooniyaha horey qaadka uu keenay jireen kismaayo balse ay hadda
khaadka badan kii hore ku soo daabula magaalada Kismaayo iyagoona halkaas faa'iido ka raadinaya. Dowladda Soomaaliya kama soo bixin amar ay ka mamnuucday doomaha ama si gaar ah ay ugu beegsanayso khaadka sidaasi daraaddeed. Ma cadda in Kenya ay sharciga jibisay iyo in kale. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa iminka dad badan aad ugu badan ay ka xumaadeen maadaama Kenya ay ka dhigatay go'aanada madaxweyne Farmaajo mid aan meel laga soo qaadaynin. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir oo kulan ku yeeshay ka hortagga xanuunka iminka adduunka ku faafay shirkii toddobaadlaha ee maamulka guud ee gobolka Banaadir ayaa ka koobanaa xarumaha ayaa waxaa lidi ka qabsoomay xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay doorka uu maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose kaga aadan ka hortagga xanuunka cudurkani caabuqa ah, gaar ahaan waaxda caafimaadka dowladda hoose iyo warbaahinada gobolka Banaadir kaga aadan wacyigelinta bulshada ummadda Soomaaliyeed. Kulanka waxaa kale oo lagu hadlay dardargelinta ololaha canshuurta ururinta dowladda hoose ee Xamar oo meel wanaagsan maraya. Xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho ayaa kulanka muhiimad gaar ahi la siiyey, iyadoo la xusay qaraxyadii lala eegtay baalayaasha kaamirooyinka qarsoon ee lagu sugayay ammaanka magaalada Muqdisho ee loo yaqaano CCTV. Waxaa kale oo lagu soo qaaday kulanka bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish, ku-xigeenkiisa agaasimaha guud ee agaasimayaasha waaxidyada guddoomiyaasha degmooyinka, taliska ciidamada ilaalada deegaanka Xamar, la taliyaasha duqa Muqdisho iyo afhayeenka gobolka Banaadir ayaa yidhi shirkani ayaa gabagabadiisa lagu soo ballamay in laga dhaweeyo hal ku dhigga duqa Muqdisho oo ah bulsho nabad ah iyo balad nadiif ah ayaa lagu yidhi. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa waxay ugu weyn tahay in cudurkani adduunka balaayo ku abuurtay laga hortago, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed sidii ka hortag loogu sameyn lahaa loogu sameeyo. Si kastaba ahaatee, duqa Muqdisho asaasi ayaa asigana waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho bilicdeeda dib loo soo celi doono. Warar kale oo xasaasi ayaa noo soo socday, fadlina la joog. Xilli mucaaradka ugu waaweyn dalka Soomaaliya ay taagan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonaysa xilli doorashada waqti yar ka dhiman tahay ay shaaciso qaabka loo qabanayo iyo sida loo qaban doono, isla markaasina ay macquul ay tahay in ay ku kororsadaan waqtiga, taasina aan laga yeeli doonin. Mucaaradka ugu waaweyn iyo muxaafidka qaarkood iyo dowlad goboleedyada dhammaantood ayaa kasoo horjeeda qaabka ay doorashada iminka la rabaan filla Soomaaliya. Iminka waxaa ka hadashay maray waraysi siisay v o e da Xaliime Yaray ayaa iminka wararkii ugu dambeeyey kasoo kordhay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yaray ayaa ka warbixisay halka ay marayaan arrimaha u diyaar garowga doorashooyinka lagu wado in ay dalka ka bilowdaan dabayaaqada sanadka, isla markaasina ah dabayaaqada sanadkani iyo sanadka cusub bilowgiisa. Guddoomiye Xaliime Yaray oo u warantay laanta afka Soomaaliga ee v o e da ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto inay dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, isla markaasina ay gobolada dalka laga wada ay waxay tiri gobolada dalka laga wada diiwaan gelin doono dadweynaha. Waa sida hadalka u dhigtay Xaliime Yaray. Waxa ay sheegtay in haatan ay gabagabo marayso diyaarinta goobaha codbixinta oo laga hirgelinayo magaalooyinka xorta ah ee la tegi karo. Warbaahintana ay ka bilaabeen wacyigelin ku aadan in dadka la baro waxa ay tahay doorasho qof iyo cod ah, isla markaasina iminka ay bilowday. Xaliime Yaray hadalkeeda ayaa waxaa ku juray magaalooyinka la tagi karo oo keliya in doorashooyinka laga qabanayo, taas oo macnaheeda ay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay rabto meelaha ay keliya ay doonayso inay doorashada ka rido magaalooyinka. Sidoo kale, guddoomiyaha Xaliime Yaray ayaa sheegtay in hay-adaha caalamka ay ka dalbadeen qalabka diiwaangelinta lagu sameeyo oo ay sheegtay in meel fiican ay hawshii u marayaan, isla markaasina mar dhow ay soo gaari doonaan. Xaliime Yaray ayaa sheegtay in guddi loo magacaabay kasoo tala bixinta sida loo dhigayo doorashooyinka dhinacyada golaha aqalka sare ee Somaliland, gobolka Banaadir, iyo qorshaha uu sahlaya haweenka inay doorasho ku soo baxaan si loo dhowro qoondadooda 30% ah. Guddoomiye Xaliime Yaray ayaa sheegtay in guddidaasi ee isku dhafka ahi ee la magac baxay looga fadhiyo in ay ka soo baxaan deegaan sidii la isku waafajin lahaa awood qaybsigii hore ee 4.5 iyo nidaamka la doonayo in ay doorashada ku dhacdo ee xisbiyada badan, ayaa la yiri. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan Xaliime Yaray ayaa sheegtay in guddideedu uu ku shaqayn doono shuruucdii arrimahaasi sida loo wajahayo uu kasoo saari doono guddiga isku dhafka ah ee kol hore magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal. Dowladda federaalka Soomaaliya, siyaasiyiinta, mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa isku marila
oo aan weli la isla meel dhigin hanaan loo dhigayo doorasho ka dhici doonta dalka isla markaasina la wada dhanyahay. Si kastaba ha ahaatee, arrinta meesha taagan caqabadda ah ayaa waxa ay tahay maamul goboleedyada dhammaantood oo aan raalli ka ahayn doorashada iyo meesha lagu qabanayo qaabka u dhacayso in dowladda federaalka soomaaliya aysan keligeed qorshaysan karin, taas oo macnaheeda ay tahay fad ama hafadin oo ay doonayaan magaaladii ay doonaan ama ay nabad inool ka taliyaan inay geeyaan meelaha codbixinada isla markaasina shacabki lasoo aruuriyay la yidhaahdo codeeya, sidaasina ay ku guuleystaan ay ku dhahaan madaxweynahaas ayaa guuleystay. Si kastaba ahaatee, taas ayaa waxaa layidhi caqabad weyn ka imaan karta maadaama ay ku celceliyeen mucaaradka intooda badan, xataa mucaafidka ay ku celceliyeen ay yidhaahdeen dalka inaad u turtaan waa siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maxaafidka ah amaba kuwa talada hayo, maadaama la doonayo in dadka meel wada fadhiistaan isla markaasina isku afgartaan qaabkii doorashada u dhici lahayd. Madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa bishii hore saxiixay sharciga doorashooyinka ee qaranka kadib markii ay saxiixeen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana si weyn uga soo horjeestay qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland. Si kastaba ahaatee, mucaaradka ugu waaweyn ama madaxdii hore ee dalka soo martay isla markaasina usoo dhabar adeegtay xilkani ayaa iminka waxa ay taagan yihiin abdi sidaan kugu wareejinay oo nadiifka ahayd adigana waa inaad ku wareejisaa ama doorasho xor iyo xalaal aa ku qabataa, haddii kale mid lasoo dhoodhoobay oo la doonayo in dadka la hoos geliyo taasi dhici mayso marnaba, ayaa la yidhi. Wixii war kusoo kordho dib kala soo calan sida media.